يصالح الشيخ الألباني آراء في الحجاب وفي حلي النساء وهكذا في الصلاة كما ذكرت هذه السائلة وكما ذكرت أنه في أحد كتبه. ما رأي الشيخ صالح؟ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله رجل فاضل وعالم جليل بلا شك، وله مجهود في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع، فجزاه الله خيرا، ولكن له اجتهادات فقهية قد يصيب فيها وقد يخطئ، فهو كغيره يصيب ويخطئ، فنحن نأخذ الصواب ونترك الخطأ من الشيخ الألباني ومن غيره. طيب هذا هو موقف المسلم من أقوال أهل العلم، أن يأخذ منها ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل وإن كان صاحبه مجتهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب جزاكم الله خير. موقف القارئ أو المتعلم حينئذ شيخ صالح إذا ما قرأ مثل هذه الآراء وعمل بها وحينئذ اكتشف أنها على غير الراجح من أقوال العلماء، فما هو التوجيه حينئذ؟ الواجب على القارئ والمتعلم إن كان يدرك معرفة الراجح من المرجوح ويعرف الأدلة فعليه أن يأخذ ما ترجح بالدليل، ولا يجوز له أن يأخذ القول المرجوح نظرا لأنه يحب صاحبه أو يعطف على القول يجل صاحبه، فإن الحق أولى أن يتبع. أما إذا كان هذا القارئ أو المتعلم مبتدئا ولا يحسن الاستدلال والترجيح فعليه أن يسأل أهل العلم، أن يسأل الثقات من أهل العلم ويأخذ بأقوالهم، أهل العلم الذين يعرفون الراجح من المرجوح ويعرفون الأدلة ويأخذ بأقوالهم. وإذا قدر أن إنسانا أخذ بآراء شخص ثم تبين له أنه مخطئ فيها أو في بعضها الله يغفر له ذلك لأنه لم يتعمد الخطأ، لكن عليه بعد ما تبين له الحق أن يأخذ بالحق وما مضى يعفو الله عنه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.